صباح الخير حبيبي مروان. صباح الخير، اهلا استاذ، شلونك؟ لو يعني اذا تريد تاخذ راحتك يعني فات بالعشرة ونص وخمسة انا بلغت على ويبلغكم. تمام، انا تريد استاذ. تحضر على راحتك يعني مو هسه المحاضرة قلبي فات 10 دقائق. اوكي استاذ، بس عندنا اسئله على مود العملي هسه لو من يجون الطلاب. كيفك تريد هسه بس لمن يجون الطلاب افضل على مود يستفادون قدر اكثر قدر من الطلاب. تمام استاذ، لا تحسوي ميوت واني يعني اطلع بما تصير ماشي الوضع إن شاء الله ماشي أستاذ. ماشي حبيبي يعني هلا. صباح الخير أستاذ. صباح النور. هلا وعلا وهلا حبيبي الله يسلمك الله ويعزك. يخليك. ده تشتغلون عملي لا والله تقريبا أستاذ عن نفسي أنا كملته أستاذ، بس أنا عندي سؤال ردت أسأل عليك.
هو مروان هسه همنا قال عندنا اسئله على اي العملي. قلت له خلي تجون جماعتكم، على مود اخاف الاسئله تتكرر، بقيه الطلاب اكثر عدد يستفادون من الملاحظات، عمود لا يصير هاي، اي بالضبط. نشرحها باكثر من طريقه ونشوفها. هو تقريبا يعني شلون يقول باقي يعني محاضرتين اذا ضبطناها بخير وسلامه، اللي هي مال الادرج ومال مال التغطيه مال الواجهات، تقريبا نكون غطينا المخططات الرئيسيه. تبقى يعني كل الشغل مالتنا يصير شغل تفاصيل مكبره، أها وده نشوف الترتيب مال يعني ما اعرف مال الدوام مال الامتحانات. والله هاي أستاذ، حيره حيره مال باحة وزارة التعليم قالت إن الامتحانات الإلكترونية راح أظل. خلينا نشوف ايش هالترتيبين، نشوف رئاسة القسم، نشوف الترتيب مالتهم. والله كفر هو يعني هاي السالفة، والله يعني دا يدمرون الطلاب ما دا يفيدوهم، حرامات حرامات وبعد والله. كله من وزارة الصحة. هي معودة وزارة ايش، الله يخليك. تفتحين شاي يا والله موسى. ايوه براسه 60 حظ، هي الشغلة تعبانة يا علاود. يا الله استاذ. شو سوى اذا قالوا الكتروني الكتروني قابل، احنا نغرد خارج السرب هم انا لازم وياهم. شوف شلون نعم الترتيب شلون الامور، يعني والله يا الامتحانات بقية الامور هي يعني كلها يعني مثل ما نقول شغلة شكلية، الهدف العام والهدف الاسمى مالتنا انه انت تفتهم شنو الجدي يصير. الوجبة اي صحيح. من تطلع تشتغل دائما التصميم، مو يعني التصميم اي واحد يقدر يصمم ترى، يعني وخصوصا بشغلتنا اللي بيها المقاول يشتغل، الخلفه يشتغل، المهندس المدني يشتغل مرات بشغلنا، والمهندس المعماري. بس تبقى المهندس المعماري شلون يعني ينفذ الشيء اللي هو براسه، لانهم بقيه الاختصاصات كلها يعني معتمدين على فت قالب معين نتيجه خبرتهم. صحيح بس المعماري يعني انت اذا ما تعرف شلون تنفذ الشغل مالتك، انت ما تسمى معماري، ما تقدر صح تسمي نفسك معماري او تسوي لك فد شيء جديد يختلف عن البقيه، مو بس ناحيه انشائيه، ناحيه انشائيه، ناحيه جماليه، ناحيه اقتصاديه، كل تدخل بعدين. ستوصلون ان شاء الله اذا الله سهل لكم وتصعدون للخامس ماده اسمها مواصفات وتخمين، يعطيك فد بناية معينة ويقول لك تعال احسب هاي ايش قد تكلف، فانت لازم تحسب، وهاي كل طب صلب الشغل مالتنا. صح يجوز احنا ناخذها يعني على مستوى نص كورس هيك شيء، نص سنة، بس هي هاي كل اساسيات وتصب بمستوى الشغل مالتنا. ما تقدر تصمم فد شيء له علاقة بشغلة ثانية وانت ما تعرف هاي الشغلة الثانية، لازم تندقر بيها، لازم تشتغل هسه باكر عقبه من تشتغلون ان شاء الله بمكاتب، شوفون انت المغسله انت تحير بيها، تشوف لك يا مغسله زينه يا مغسله، مو بس الشكل مالتها يرهم ويا التصميم مالتك لو ما يرهم، السعر مالتها مناسب لا مو مناسب، مو تسوي لك فت بيت هو 100 متر تجيب له مثلا مغسله تكلف في حدود ال 20 ورقه، 2000 دولار او 25 ورقه، هيك اسعار اكو صحيح. زين. او مثلا تجيب له فد خلاط يجوز يعني خلاط او بوري مال ماي اللي هو يجوز ورا اسبوع او ورا شهر من قعدته ينكسر، والله شنو هو هذا رخيص، فاحنا لا كلش رخيص ولا كلش هاي. هاي احنا مثل ما نقول ما نعطيكم اياها بالحياه العمليه، بس نعطيكم شغلات اساسيه، البنايه العموديه شلون توقف، شنو فرق البنايه العموديه، شنو فرق البنايه اللي من الكونكريت عن الستيل، يا هو الاحسن، عامل الوقت تشتغل لو ما يشتغل، اكو كيرفات بالواجهه لو ماكو، يا ماتيريال اسهل، يعني هذن الامورات. فانت تكون مسلح بالمحاضرات، مسلح بالعلم مال تركيب المباني ومال بقيه المواد، لا والله انا اقول لك تفوت بيهم جول، مو بس الخلفه والمهندس المدني وكل الاختصاصات البقيه، لان هي هاي شغلتك. هاي بعدكم شو ليسا، بس 8 نفرات أستاذ أنس؟ ويا ناقصا 2 اللي هو باقي 6. إيه هسه أستاذ، هسه يجون ثواني. أستاذ أنس؟ قول عيني قول، منو هاي رائد؟ إيه يعني أستاذ، صباح الخير أستاذ. قول حبيبي صباح الانوار عيني بصحة. أستاذ بس إحنا بالمشروع مال ديزاين حاليا المركز التجاري، عندنا ضمن المشروع قاعة متدرجة،
زين فقالوا ان الستاف مالتنا قال انه التسقيف مالتها حيكون يعني ممكن يدخل ستيل ستراكشر، يعني مو شرط كونكريت. فيعني احنا قد السبون السبان يعني هي القاعه 700 متر مربع على شكل مستطيل يعني غالبا زين عندنا. اي فقال انه زين ممكن يدخل ستيل ستراكشر بالتسقيف، فيعني زين حنلحق ناخذ فد اساسيات او شيء عن ستيل ستراكشر. والله يا رائد، ما اعرف شو اقول لك. يعني هي المشكله العفو، احنا كل سنه نحكي ويا جماعه الديزاين، نقول لهم يا المشروع مالتكم، عندكم انتم مشروعين بالثالث المفروض تركيب بالديزاين، المفروض بالكورس الاول تاخذون بنايه متعدد، يعني متعدده الطوابق. ليش؟ لانه على مود يواكب ويا شغل المباني. هسه احنا شغلنا بالمباني بناية متعددة الطوابق، وقاعة وياها ملحقة قاعة متعددة الأغراض، سبان متوسط نقدر نقول، ما نقول لارج سبان ولا نقول ميديوم سبان. وبالكورس الثاني من ناخذ الستيل، انت المفروض تاخذون يعني مشروع بالديزاين بي يعني لارج سبان. فهاي القاعة اللي هسه انت تقولها 700 متر، ايش قد السبان مالتها تقريبا؟ يعني مو اقل من 40 في 40، ايش بس هو او يعني يعني خلينا مو تقريبا شكل 40 العفو، مستطيل يعني يعني لا هي تلاقي تاخذ. تقريبا 25 اي مستطيل. يعني ايش قد حتى اذا مستطيل، يعني ايش قد اذا 700، اذا 400، ايش قد قلت 400 700 متر مربع لو 700، 700 يعني 25 يعني بالكافي. اذا نريد 25 في 30، يعني سبان كلش كبير، سبان كلش كبير يعني. فهذا المفروض احنا بالكورس الثاني من نعطيكم المشروع الستيل، نعطيكم بانواع الروف ستراكشر، مو الفلور. احنا اخذنا الفلور، الروف اللي هو يتعامل ويا الكونكريت، اي ويا العفو ستيل. نحكي ويا جماعه الديزاين، يابا هيك وهيك الفيلم، يقول قدم انت المحاضرات مالتك. يابا شلون اقدم؟ شلون انطي للطالب؟ شلون انطي للطالب مشروع ستيل لو انت عليه محاضرات مال ستيل وهو كونكريت ما يشتغل؟ هو انت بحياتك العمليه كليته من تشتغل اغلب شغلك كونكريت، نادرا ما تشتغل ستيل. واذا تريد تشتغل ستيل فمو انت تشتغل، يجوز كم واحد هسه هذول اللي عندهم خبره شويه يتعاملون بالستيل. فشلون اط ستيل؟ انط قاعه متعدد يعني متعدده الاغراض، خلينا نسميها مدرجه، اللي بيها حتى يصير بيها فورم معين، يعني مو بس طريقه تسقيف وطلع قبال. تفهم قصدي؟ فيعني ما اعرف والله شو اقول لكم، يعني اعطيكم المحاضره قابل مال الستيل، وبعدين من يجي مشروع الستيل كله تنسوه. هاي المشكله. واضحه عيني رائد؟ واضح تمام استاذ. هاي المشكله مال يعني كل سنة أو كل آية. فنحاول إحنا نواشق هسه، ما يخالف. أوكي أهم شيء نعطيكم مشروع متعدد الطوابق، وحتى هو باوع إذا تريدون تشتغلون حتى إذا ستيل، يجوز نفس المبدأ اللي إحنا اشتغلنا عليه، الون واير ريبد سلاب والتو واير ريبد سلاب، بس على مستوى الستيل اللي هو يكون أخف، يعني يتحمل عمق. لازم انت تسوي العمق مالته، يعني اذا 25، ايش قد 25 في 30؟ اي تقريبا لسه 25 في 30 يعني اقرب للمربع. هاي اي اقرب للمربع. يعني لازم تسوي قريب القبة، او بفد شكل فد يعني مثل الموجة او هيك شيء. يلا تقدر تشغلها. ومن مادة الستيل يعني شوية تشتغل تراس، انت شو انت تعرفون تراس؟ هسه نقول لكم تراس، نقول لكم بورتر فريم، هاي كلها شوية جديدة عليكم، فيراد لها شوية واحد يتعمق بيها، مو مال اعطيكم اياها هيك محاضرة يقول لك ايه اوكي وبعدين تصير القاعات مالتكم كلها رذم واحد، جزء واحد، كلها مشابه بالحل الانشائي. استاذ هي اصلا يعني القاعات مالتنا كل واحد يعني شكله مختلف، يعني كل شكل المروحي اكل مربع اكل مستطيل اكل نصف دائري، يعني كل طالب دا يصير عنده شكل قاعة بس ما حد يعرف الطريقة مال التسقيف. هي طريقة التسقيف، هي أول شيء قاعة لازم المفروض ما بيها، يعني أول شيء أول قرار تتخذ أنه ما بي يعني أعمدة وسطية، لازم الأعمدة كلها محيطية.
اثنين ممكن انه يعني شلون نشغل البناية كأنه تو واير بدسلاب، بس الجسور تكون من مادة الستيل، يا اما يعني دبل شيل مالها تصير على مود العمق مالتها، يا اما صار مبدأ التراس اذا سامعين بيه الجملون اللي هو يصير بيه يعني شلون المثلثات هيك شيء. الشغلة الثالثة لازم نتحرك بالشكل مالته، يعني هسه انت تقول اكو قسم فان شيب، اكو قسم مستطيل، اكو قسم مربع، يجوز اكو واحد يسوي لك اياها مايله من جهه، واحد يسوي لك اياها الفان شيب. زين يعني انه هذن كليتين اذا تريد اطق شيء لازم انت تدور بالانترنت، تشوف لك فد مشروع مقارب على الشكل مالته، وشوف الحل الانشائي مالته شلون تشتغل وتخمطه. هذا اكثر شيء تقدر تسويه. يلا وين البقية؟ شوي تأخرون صايرين، والله استاذ انا بلغت راح أبدأ من نوغاد. يصيركم ربع ساعة تشعدكم وانتو قاعدين بالبيت، خما طالعين ومتمشين ومتبهذلين بشيتات. او استاذ واحد يتريق يغسل وجهه طلعت هاي الريوق بدكم بالعظمية وريوقك بالعمرية يا علاوي. لا استاذ لا لا حاول الاسبوع الجاي، انت شكت الاسبوع الجاي عندكم ديزاين ويا المباني؟ يعني شلون تقصد استاذ؟ الاسبوع الجاي المفروض ديزاين يوم واحد الاسبوع الجاي. اي استاذ مفروض هو الاربعاء ثابت. الاربعاء ثابت. زين احنا موعدنا الثلاثاء، حاولوا يعني تسحبون شغلكم مالتكم قبل يوم، لا تسحبوا بنفس اليوم مال الثلاثاء الله يخليكم، لانه يصير زخم على المكاتب مال السحب مال الشغل مالتكم، وما لحق نطي محاضرة كلكم تجون متأخرين، أستاذ فحاولوا بس سؤال، تسحبون شغلكم لكم. أستاذ بس سؤال، اي يعني الشيء تزقد ليش نطبع عليه أي فور لا أي ثري؟ اي فور شنو يا ف... تشتغل واحدة مية. يعني أي ثري مو أستاذ؟ تسمعني؟ صوتك يقطع أستاذ. لحظة علاوي شوية الكهرباء جت لا لا يا اي 3 عواد، اي 2 تقريبا. ماشي صح تسمعوني؟ نعم استاذ نسمعك. صار هاي الانترنت انقطع ويا على وش بدك تحكي علي على مود المشيت؟ لا استاذ هذا اقول لك اي 3 لو اي 2 قلت لي اي 2 هذا
لا لا اي تو، يعني اي تو شغل كبير يعني، سكال الى 1 الى 100. سوين تشكد كم واحد صار هسه انت الشغل مالتكم؟ مش عندكم انتو يعني، شنو التقديم مالتكم حيكون؟ أنت قلت أستاذ مخطط الطابق الأرضي والأول و سرداب ارضي اول، شنو أستاذ؟ سرداب ارضي اول ومقطع استاذ يمر بالدرج مقطع سكشن ومقطع، وبعد شغلتين كنا نضيف لكم. بس القاعة 1 إلى 50 مخطط ومقطع، مكبر 1 إلى 50. تمام أستاذ مقطع ماشي. ومخطط. اي مقطع ومخطط. المخطط مالتكم انتو حتستعملون تو يعني تو وير بدسلاب، ف شو يسموها يعني، يصير السقف منقط، مربعات منقطة غير متقاطعة. واضحة استاذ انس، عيني. استاذ نعم بالسكشن مروان، يبين الاساسات مروان لو رائد، رائد رائد ايه، مال القاعة سواء مال القاعة او مال المبنى، يعني المبنى المتعلق بالطابق. بناية، ايش عندك بناية؟ عود البناية عندك سرداب، هو السرداب اساس. عيني اوكي لا تخرب. سرداب. القاعة بالنسبة للقاعة انت شو تقول، يبين الاساس لو ما يبين؟ وشلون يبين؟ استاذ، يعني احنا بصورة عامة ماخذين سكاشن السنين اللي فاتت، يعني ما تبين الاساسات، يعني كسكشن معماري بس كانشاء يعني الصور تبين. بس اسمح لي، بس اسمح لي انت بال ال ال الاساس مال القاعة هو سرداب صح؟ اي صح، مو مال زين، بالنسبة للقاعة مال البناية، مال البناية سرداب، مال القاعة شنو؟ أسس. مال القاعة أساس اللي هو باد فاونديشن نعم غير؟ سر. زين، الباد فاونديشن هو على قد شنو؟ على قد الكولوم صح؟ نعم. زين، أنت من حتجي تقطع، من حتجي تقطع المقطع مالتك وين حيفوت؟ حيفوت بال بال بالتربة حنا. حيفوت بالكولوم، يفوت بالكولوم لو ما يفوت؟ لو الكولوم يبين عندك واجهة لا لا ما يفوت. عافية يعني، إذا ما يفوت وحيبين عندك واجهة، الأساس شو يبين عندك؟ يعني بين واجهة هسه؟ زين، هو يبين واجهة جو التراب؟ لا أستاذ ما شو يبين، يبين؟ شو يبين؟ يبين ما تربة، يبين، أوقات التربة يبين بس التراب، يبين منقط. يبين منقط. تمام اي طبعا تمام استاذ. هو عمق الباد 60 سنتيم صح؟ العمق مالته ايش قد نعم. العرض اللي مسوي؟ العرض مال الكولوم اي متر ونص. 50 في 50. شلون 50 في 50؟ لا هاي الكولوم الكولوم 50 في 50 اي مروان. كولوم اي استاذ، هو الكولوم الباد يصير 3 اضعاف، يعني الباد متر ونص في متر ونص. يعني متر ونص في متر ونص، او متر وربع في متر وربع، نعم فينزل تقريبا، يعني ينزل تقريبا بحدود 60 سنتيم، تمام استاذ، 60 75 هيك شيء. بعد تمام استاذ. بس بالنسبه للمصعد، احنا من حناخذ سكشن حيبين البيت مال المصعد، فبالسطح شلون حيبين المصعد؟ يعني يصعد عن السطح لو يعني بمستوى السطح لو شنو؟ بالنسبة للمصعد، هاي فد ملاحظة حلوة. بالنسبة للمصعد، انت مصعد ما تكلي وين حيوصل؟ حيوصل الاخير طابق صح؟ نعم، زين، هاي من وينزل يوصل الاخير السرداب. طابق وينزل للسرداب، من اول شيء من ينزل للسرداب، لازم مستوى السرداب، لازم مستوى السرداب، يعني اكو فد شيء اسمه المخمدات. هاي ان شاء الله الاسبوع الجاي حناخذ المصعد وتفصيلاته وترتيباته. بس مبدئيا انت المكان مال المصعد حينزل جوا القاع بحدود، يعني خلينا نقول فد 75 سنتيم جوا القاع، يصير حفرة جوا القاع يسموها البيت PIT. هاي شلون الترتيب مالته؟ بالضبط بالضبط، انت كأنه صغرت هسه، انت خلينا نقول ما عندك حفرة مال المصعد، عندك هو السرداب كليته، السرداب كليته كأنه انت صغرته، فهمت قصدي؟
نعم فهذا صح. البيد، هذا البيد هذا يكون كليته من مادة الكونكريت، حفرة من داير مدايرها، يعني ينزل يمشي القاعدة مال السرداب، من يوصل مكان الشي يسموها المصعد تصير حفرة، هاي الحفرة تصير يعني نازلة مستواها عن مستوى السرداب بحدود ال 75 سنتيم، تمام أستاذ. يخلون بها، يخلون بها إذا شافها مثل المصدات، شلون الجك مال السيارة اللي يرفع السيارة، مصدات أو مخمدات اللي هي تمتص ثقل العربة مال المصعد. من حد تجي تحفرها، من حد تجي تحفرها نفس الترتيب، يمينها ويسارها، هي مو يمين ويسارها بالسكشن، احنا نقول يمنى ويسرى، هي نعم بالحقيقة داير حبل. نفس الترتيب هم انا يتخلى له شنو؟ ريتيننج وول. تمام أستاذ، يعني هو حالة حال السرداب بس مصغر. بالضبط نفس الحال. هو طبعا هاي يعني انا هذا السؤال كلش حلو، هذا كنت اجيب لهم اياه للطلاب بالامتحان، اقول له ارسم لي تفصيل السرداب. فهو كان الطالب من يجي رسمه، من يجي رسمه، احنا مو قلنا اول طبقه اكو جلمود وثاني طبقه اكو مال الاعماء وبعدين تجي المانع وبعدين يجي الاعماء وبعدين تجي صبه الاساس او صبه السرداب. الطالب شو يسوي؟ ما يخلي الريتيننج وول، يمشي نفس الطبقات هذني ماشيين بالاتجاه العمودي، اذا تفهمون قصدي. هو سوى هو بالعمود، ما يرهم تخلي جلمود قابل تدق الجلمود بالتراب، فيصير ريتيننج وول بالضبط يعني بسرداب مصغر. تمام أستاذ. زين وبالنسبه لي أستاذ. نعم اذا تسمح لي، بالنسبه لي فوق بالطابق الاخير، الطابق الاخير انت مثل ما تعرفون هذا المصعد ببكرات، فلازم المستوى مالته يصير هو كان مستوى يعني خلينا نقول البيتونه بس اعلى من عندها، يعني لازم عندي مكان انه يسموه غرفه المكائن، ماشي؟ نعم أستاذ. غرفه المكائن اللي هي تصير يعني لي فوق، واحاول اطق لكم صوره ويعني مشاريع مع الطلاب سابقين العفو، واراوي لكم اياها على متحاول تبنينه وتفصيل، يعني تقريبا typical details تقدرون تستفادون من عنده. عاش إيدك أستاذ. ويدك بعد أستاذ، عيني. وبالنسبة لسقف القاعة نسوي بها مرد ماء لو ما نسوي؟ طبعا هو هذا يعني اول شيء القاعه يعني هو المرد مال المي مالته نعم يصعد، ويفضل يفضل انه يكون كليته يعني ما يصعد كل شيء، هو يعني يصعد كله كونكريت. يعني انت مثلا خلينا نقول سويت الصب، وجدت انه بدك تسوي المرد مال الماي، تسوي المرد مثلا مال الماي فد 50 سنتيم او اكثر شويه، يصير كله كونكريت، حتى ما يحتاج انه تسوي شو يسموها. وسقف القاعه السمك مالتها يكون قلنا 7 سنتيمات ونص او 7 سنتيمات سمك نعم الصبه، فهاي ما يطبق بشتايجر، يطبقوه ب يعني ب خلينا نقول بكاشي، لانه ما الشتايجر الابعاد مالته 80 في 80، سمك تقريبا ايش قد السمك مالته؟ من حدود 3 إلى خمسه، 5 أستاذ. ثلاثه الى خمسه، هاي كونكريت، هذا كله كونكريت يعني اسمنت ورمل وحصو، قطعه كلش كبيره يعني شخص واحد ما يقدر يشيله، بس هذول العماله شويه شحنتيه واحدنا ما يقدر يشيله ثقيله، فما ما تقدر تتحملها على الشي يسموها على السطح مال القاعه، فيطبق كاشة عادي مثلا 40 في 40 50 في 50 الى اخره. فهاي من ترسمون السطح مال القاعه، ما ترسموا يعني ما تسكت ترسموا او تبينون الانديكيشن مالته از شتايجر او كونكريت تايل اللي هو اسمه بالانجليزي، طبقوه كاشي مثلا موزايك تايل هيك شيء. تمام أستاذ. طبعا أستاذ، وسؤال آخر بالنسبة للسرداب، قلت مرة قلت ترسمو سينجل لاين الأوتلاين مالته لا مو السرداب، مو السرداب، لو الأرضي الأساس تقصد؟ لا لا الأرض والأول، الأرض الخط والأول، الخارجي الأرضي والأول أستاذ. الخط الخارجي اللي يكون يعني وجه الصبة احنا نسميه. أستاذ ليش يعني نرسمه سينجل لاين؟ ليش ترسمه سنجل لاين؟ انت هسه من ترسم يعني من ترسم مثلا خريطة مع البيت، من نعم ترسم خريطة البيت الجدران ايش قد شو تسوي؟ سوي سنجل لاين ولا دبل لاين؟
دبل. ليش دبل لاين؟ لأنه سمك الطابوق. لأن سمك الجدار اللي متكون من، صح؟ نعم. زين، فرضا هسه انت دا تسوي لك، يعني واحد قال لك اريد افلش الوجه مال البيت، وسوي لنا مخطط واقع حال، هذا الخطان حينشالن، صح؟ نعم. زين، شو تخلي له؟ بس الأوت. تخلي له خط واحد اللي هو يعني حد البيت له مالته، نعم. مو صحيح؟ صحيح. لانه بعدين انت ما تسوي بعدين اكل، يعني قلنا لكم هي بعد محاضره، انه بس محاضره الادرج، محاضره الادرج والشي يسموها محاضره الادرج ومحاضره المصاعد ومحاضره التغليف. محاضره التغليف هنعلمكم اكو طرق بالتغليف، وخصوصا للابنيه العاليه، مو بس انه طابق واغلف حجر او اغلف مرمر او اغلف شغلات اخرى، لا، اكو طرق حنعلمكم عليها بعد على مود من تجي ترسمها، ما يحتاج انه انت ترسم جدار طابوق، انت تفهم قصدي؟ تمام فبس أستاذ. مجرد انه تضيف الماتيريال عليها بعدين حسب التقنيه اللي نعلمكم عليها. أوكي أستاذ، شكرا جزيلا. حبيبي يا مروان. ايه بس حسنين، سؤال استاذ، على المرد مال القاعه، مرد المي مال القاعه، انه نعم. الكولومز مال القاعه تصعد، يعني تصعد للمرد؟ كولوم القاعة اي عادي، مو فد مشكلة، بس هو انت بالمقطع ما راح يبين عندك يعني مقطوع، حيبين عندك واجهة. اي راح يبين عندنا وجهه. زين، فانت يعني المراد انه تصعد ايش قد، هسه دا اقول لزميلكم 50 تقريبا الصعدة هو كونكريت، ماكو داعي تصعدها بعد اكثر، اوكي يعني مو صعد مثلا المرايه وتبني فوقها بناء طابوق الى اخره، لا هو ما يحتاج، يعني كل تصب تسوي زين، وبعدين تجي تقبغه بهذا القبغ اللي يعني اللي احنا ماخذيه واللي رسمنا لكم اياه ايضا بتفصيل السرداب. ماشي بعد استاذ، بس يعني. بالنسبة للسرداب احنا مو اي قلنا نبدل الكولوم يصير دائري؟ اي نعم. استاذ ينحط له دروب بانل ويصير له شامفر مو شرط انت تسويها، تريد ما تسويها عادي، مو شرط. المهم يعني اي دروب الدروب بانل بانل، سوي، الدروب يعني بانل مشروم كاب صغيري. قصدك؟ العفو بس ايه اذا تسمح لي، يعني ايه مشروم كاب ودروب بانل ايه على اعتبار فلات سلاب. ايه زين اي شبيهة. استاذ، اكو يم من نوصل لنقطة الرامب راح يصير يعني مثل التعارض، يعني الرامب ويا الدروب بانل، يعني الدروب بانل يمتد شوية على الرامب، هاي شلون يصير معالجته بهالحالة؟ الرام وهي الدروب بانل، يعني ما مدى افتهم شلون يعني قصد مالته. يعني دروب بانل شوية طالع على الرامب، يعني إذا السيارة تنزل ممكن يعني تنشخط بالدروب بانل. مستحيل، ليش استاذ انت احنا الدروب انت السرداب مالتك النزله مالت الرام مال السرداب مالتك قبل اللي برا، لانه انت اللي فوق حتبوشه. استاذ ايه، مو احنا عندنا الفتحه مال الرامب من العمود للعمود، من الكولوم للكولوم، فهي ايه الكولوم يعني هذا الصفحه مثلا هي اليمنى، الكولوم اليمنى الدروب بانل الجوه مال السرداب تصير لي جوه، يعني تطلع تسحف عن ال يعني تسحف عن الكولوم، فتصير ضمن الفراغ مال الرام. يعني هو استاذ خلى اوضح لك كخطوط ما انشائيه. يحتاج، انا ما يحتاج، لحظه انا ما يحتاج دروب بانل، لان انا حي الرفع لي فوق على الدبل فوليوم. ايش بيكم معودين؟ لا لا استاذ، الدروب بانل مال جوه مال السرداب، مو ما ايه اي يعني مال السرداب، يعني تطلع يعني جزء من عندها طالع، يعني هو لان هو الجدار يقعد على نص الكولوم او على نص الدروب بانل، فالجدار بالنص الدروب بانل اليسرى طالع، يعني طالع على الفراغ مال الرام. حسنين، سكت لي اياها ودز لي اياها عود. اوكي تمام ماشي، تمام ما بس مدى اعرف يعني توصل الفكره شلون. تمام هو استاذ، هي ما بين الخطوط الانشائيه 7 و6 و5، هسه ما اسكتشها انا اذا اي تريد. سكتشها. اقول لكم علاوي، اكو واحد وياكم اسمه محمود حسن حسين. محمود حسن حسين؟ لا استاذ ما سامع باسمه. ما هذا بده، ما ادري من مسوي له اسمه، ده يريد يسوي جوينت هو من خارج بغداد. هذا ايه الاستاذ. مهم. ايه بعد استاذ العفو، بس اسمع عندي سؤال لاخ على الشغل. بس العفو حماد، بس لحظة.
بس الولد حسنين وعلى بس كتلة على المتواصل تمام الفكرة تمام استاذ. دكتور محمود ويانا بالمرحلة بشعبتنا. اه موجود. ايه بشعبتنا، بشعبت بي. ايه بشعبت بي. يلا ماشي زين. ايه حماد حبيبي قول. استاذ بس بالشغل اكو اعمدة يعني ما عليها سناتر، يعني مثلا لو عليه بس سنتر عمودي وسنتر افقي ماكو، اللي هي الاعمده مال الحمامات والمناور، ذني شلون يعني نتعامل وياها؟ يا عيني مو قلنا هذاك الدرس، الله يخليك، انت ذاك الدرس شنو تحاضر؟ نعم كنت حاضر بس يمكن بالبدايه شويه شو اسمه. باوع باوع حبيبي، انا يعني بكيتها علاوي علي ماجد صاحبكم الممثل مال المرحله نبه لي على هاي الحاله. نعم مكانات الشي يسموها يعني اقلب المنور ويا الحمام مال الفوق، والمنور مال والمنور والحمام مال الجو هم اقلبه، يعني يصيرن حمامات بعدين منور كبير مشترك، شلون مال الكور الوسطي. اوكي اها يعني انقلب وبعدين منور حمامات كبير. عافيه على مود شنو، نعم على مود شو يسموه، عفوا على مود السناتر تتوحد ماشي. تمام وسالوني قسم جماعه هم عدد من الطلاب، استاذ بالنسبه يعني للكور شلون هم يراد نخلي له سناتر. هو احنا قلنا السناتر هي على مود في سبيل انه تسهيل امر بعمليه الشغل مالتنا، يعني عمليه تسقيط الاعمده نقدر احنا نضيف له، بس حيصير يعني انا هنا حضيف يعني سنتر ناين للجدار العمودي للكور، فهنا ايش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا انه بس يعني حضيف تو سنتر ناين لجدار واحد، فعلي من انا يعني اخلي اسقط البقية الأعمدة ودي يعني والكور التسقيط مالته يكون يعني بالنسبة إلى هذن الأعمدة اللي قريبة عليها، فعلى المدى زيد عليكم أعمدة، تفهم قصدي لو لا؟ ما تمام زيد عليكم سناتر، نعم احنا نحاول نبسطها في سبيل أنه يعني الشغل تمام استاذ شكرا. بعد. عفوا استاذ، قلت هاي. الدروب بانل انه اختيارية لو الشامفر بالاعمدة مال السرداب، أستاذ شلون وصلنا حبيبي كل شلون؟ الفترة. استاذ قلت انه ذيك الساعة من تقول للعالي انه الدروب بانل احنا نقدر نسويها ونقدر ما نسويها لو الشامفر بالعمود. الشامفر، لحظة، الشامفر ما نسميه شامفر، نسميه مشروم كاب، مشروم الله العفو. يخليك. تمام اي فانت الـ يعني هو لو تسوي فلات سلاب، لو تسوي فلات بليت، تمام لو فلات سلاب بليت سلاب، العفو، لو فلات سلاب. تمام الفلات سلاب اللي هو بي شو يسموها اللي بي مشروم كاب والدروب بانال، تريد تعتمد على هاي اعتمد، تريد تسوي ذاك اللي بدون يعني يعني بيمليس عادي. اذا تريد مثلا شويه تفيك، خلينا نقول بالشغل مالتك المحيطيه خلوها بدون دروب بانل، تمام بدون مشروم كاب، يعني بليت سلاب ماشي، تمام والفلات المشروم والكاب سووها بالوسط ناحيه جماليه، ودي كنا على مود لا يعارضنكم. تمام استاذ واضح. زين بعد استاذ دزيت لك السكتشات تقدر هسه تشوفها. اشوف. على السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. استاذ بس بالنسبه للشبابيك ما مبين بالمخطط، يعني احنا نضيف اللون بقيه شعر مثل ما هو. يا شبابيك مو قلنا لكم هسه بس سنجل لاين، يا معودين عوف الشبابيك. هاي شكرا استاذ. ما عدنا اشراق، مو اي نعم استاذ. اشراق عزيزتي، هسه حاليا قلنا جماعتكم، هسه انت تخيلي عندك فد بنايه ما بيها جدران خارجيه بس مجرد اعمده وصبات وجسور وياية، اي نعم من تجين ترسمين المخطط مالتها المقطع مالتها الافقي المخطط، حتبين عندك اعمده وحتبين عندك حد الصبه، يعني الحافه مال الصبه، فهمتيني؟ اي نعم اذا ترسمين دبل لاين يعني انت سديتي هاي الفتحه بين الاعمده جدار طابوق. احنا ما عندنا هسه جدار طابوق، عندنا ثلاث اربع تقنيات حنعطيكم اياها، ثلاث تقنيات حنعطيكم اياها، فمن نعطيكم التقنيات تشوفين هسه، تشوفين الرسم مالته شلون يختلف، شكرا واضحه الفكره؟
هسه اسالكم سؤال، اذا انا عندي فد هرم، عندي فد بنايه هرميه ماشي، شلون الهرم مال 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 مصر، من اجل قطعه كم خط يبين عندك؟ انت جاوبين اشراق. سينجل لا، عندي هرم، بنايه هرميه، قاعه، غرفه، هرميه 4 في 4 او 10 في 10، مغلفه يعني مبنيه من الطابوق، من اجي اسوي لها مقطع كم خط يبين عندي؟ دبل من لاين. يجاوب؟ لا، إذا قطعناها بالنص بالضبط فيبين خطين وخط الأرض. كم خط يبين حسنيا؟ خطين والخط مال الأرض. ايش قد تقول لي؟ ايش قد تقول لك؟ ايش ثلاثة قد يعني. يعني حيبين خطين مقطوعات اللي هو ما سمك الجدار، آه. والخط الثالث يبين عندي الواجهة، صح؟ واضحة إشراق؟ أي نعم أستاذ. فنفس المبدأ، أنا هسه ما عندي تغليف، هسه حاليا ما عندي تغليف، هسه حاليا أنا عندي بس أعمدة وعندي وجهة صبة، من حنبدأ نغلف حيصير عندنا غير تقنية أو غير إظهار بالرسم، واضح؟ اي صحيح. بعد اكو سؤال بعد؟ شوف الاسكتشات استاذ العاد بس حتى نثبت الموضوع. ما انا باب الدخول ايه، هنا مثلا تقدر انت اول شيء، الاعمده هنا تقدر انت، هنا حتصير دائريه غير لي جوا. اي نعم استاذ. ايه شنو الاشكال يعني؟ قصدك انه الدروب، بانر والمشروم طالع على الرام، طالع على يطلع؟ اي طالع على الرام استاذ، يعني اذا السياره تنزل يعني ممكن تنصدم بيها او تنشخط، يعني طبيعي كلش. يعني إيه انا نفس استاذ كما انا كمعالجه مديتي الارضيه مال الطابق الارضي مديتها يعني حد ما انسد هذا القابه الصغر الرامبه بهالحاله. ليش بس يعني وانا فرغك يا عالم اللي ينطخ؟ شنو انت واخلك من المشكله تجيب لي اياها؟ استاذ ما هي المشكله اوريدي موجوده من الدروب بانل. لا لا باو، عسى ان هذن المحيطيات انه لا تخلي بيها دروب بانل، المحيطيات لا تخلون بيها دروب بانل، بس خلوا الدروب بانل والمشروم كاب بالاعمده الوسطيه بداخل البنايه بداخل الدرب. يعني ذني ان شاء الله هسه الدروب بانل مالتها للعمده شيل الدروب بلات. بانل، فلات بليت مشروم كوب والدروب بانل. اي حسنين تمام تمام استاذ عاشت ايدك. ودك بعد هاي نشغل لو بعد عندكم اسئله؟ هي المحاضره بسيطه اليوم يعني خفيفه شويه. عندكم بعد سؤال على العملي جماعه اللي جو جده؟ بس استاذ نعم بالنسبة للدرج المساعد قلت انه بانه صار عبارة عن قطعة كونكريتية بوكس، اي فيعني نسوي الجدران او شيله شلون؟ طبعا، اوكي نفس الـ نفس الـ نفس الطابو، نفس الكونكريت، العفو العمدة الكونكريتية، تسوين الكور اوكي ماشي، والتسويد الله يخليكم، مو تسويد الله يخليكم، هذا التسويد مع صف اول، هاتش متقارب ماشي، هاتش بزاوية 45 متقارب شي زمان. زين انتم من ترسمون اكو مرات بالكونكريت تسوون هيك دعابل دوائرات ونقاط، مو؟ نعم استاذ، اي احنا صحيح. هذا اللي نستخدمه الكونكريت. ومرات تسووه يعني بزاوية 45، مال بزاوية 45 خطوط متقاربة، مو؟ استاذ ما نسوي هذا ابو 45، يا اما يعني هاتش كامل سوليد يا اما هذا ابو الدوائر. هسه احنا عندنا بالانديكيشن مال المباني، نعم عندنا كونكريت تو انديكيشنز، واحد الـ يعني دوائر كبار ودوائر صغار ونقاط، هذا كونكريت ماشي، نعم واكو الخطوط المتقاربه اللي هي 45 خطوط متقاربه، مو تسويد، خطوط متقاربه نملي الفراغ، هذا همنا كونكريت. شنو هذا في كونكريت عن ذاك الكونكريت؟ استاذ اتوقع شنو هذا يقول؟ ابو الدوائر بيحصوا يعني يشيل الحمل، الاخر ما ايه بيحصوا يعني فقط فواصل لا او اعتقد ارضيه، هاي واحد العماء رينفورست وواحد مو رينفورست. عافيه، ياهو ياهو الرينفورست ابو سبب، الدعابل لا المسود اعتقد اللي يعني ذاك ابو الهاتش، اللي هو مسلح، ابو الهاتش مسلح، لانه هو هذا مسلح ترى همين بيحصوه، اي هم بيحصوه
ماشي مروان؟ نعم استاذ. استاذ يعني ابو الهاج تقصد ابو الخطوط لو ابو الهاج ابو الدوائر؟ شلون؟ ابو الهاج تقصد عليه ابو الدوائر لو ابو الخطوط المسلح؟ المسلح ابو الهاج. استاذ هنا ثلاث نهاجات، الهاج تقصد ابو 45 لو هاج الدوائر؟ لا 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 بس لحظة، عندك الهاج لو دوائر وبيها نقاط ابو 45، هذا الدوائر او النقاط هذا صبة خرسانية مو مسلحة. تمام استاذ. وذاك الهاج خطوط عدلة بزاوية 45 هذا صبة مسلحة. تمام استاذ تمام. ما في عيني؟ فهسه دينا الكور اللي بيه المصعد والدرج يتسوى بهاج خطوط مايلة بزاوية 45. ماشي؟ ماشي، بس يعني تسوت كلك بوكس كامل لو بس الجدران يعني الاوتلاين او هيك؟ شنو البوكس كامل؟ هو يعني يعني الهاتشنج مال الجدار مالته. اوكي اوكي ماشي. اي شيء تريدون تستفسرون من عنده سكتوا ودزوا لي اياه اذا عندكم استفسار عليه. ماشي. يلا تأخرنا ترى، نبلش بالدرس. اي استاذ بلش. يلا استاذ سوينا نكاها، بس لحظة خلنا نشوف طلعت عندكم لو لا. استاذ هي اوريدي طالعة يعني. ها هاي السيستم لود ترانسميشن ان فيرتيكال ستراكشر. ماشي. العفو. بالبداية قبل ما يعني ابدي اشرح، احنا قلنا يعني كل ما بدنا نشرح الدرس مالتنا ودن يعني خلينا نقول نط المحاضرات، نقول انه عد فد شخص واقف على البنايه او واقف على الصبه، الحمل مالته يتوزع على الصبه على السلاب، ومن السلاب يروح على البيم الجسور، ومن الجسور يروح على الاعمده. اوكي زين. بهالحاله واحد يسال يقول يعني الاعمده كليتها او الانظمه الهيكليه كليتها يعني نفس السيستم وواحد وما بي اي تغيير، ما بي اي شيء يسموها؟ طبعا لا، هي اكيد هاي عمليه التحكم بعمليه انتقال الاحمال هاي همنا تعتمد على المهندس المعماري حسب طبيعه المبنى وحسب اللي هو يريده. وهسه نشوف الامثله شلون اتعامل المهندس المعماري ويا الهيكل الانشائي او الهيكل يعني السكلتال سيستم، وشلون قام يوزع الاحمال في سبيل انه يفيد الشغل مالته او يفيد حسب الوظيفه مالته. فالسيستم اوف لود ترانسميشن ان فيرتيكال ستراكشر اللي هي الانظمه، انواع الانظمه اللي تعمل على نقل الاحمال بصوره عموديه او للمنشات العموديه. عندنا نظامين ثبتوها يمكم. اول نظام اللي هو البرنسيبال سيستم اوف لود ترانسميشن. البرنسيبال سيستم اوف لود ترانسميشن هاي الاساسيه. عندنا البرنسيبال النوع الاساسي اللي هو كولكت لود هوريزونتالي اند ترانسميت ذن فيرتيكالي. هاي يعني خلينا نقول بمختصر العبارة أو بأبسط شرح لها، هاي الأبنية اللي هي البرنسيبال سيستم في عملية نقل الأحمال تعمل على جمع الأحمال بصورة أفقية عن طريق السلاب وعن طريق منه عن طريق البيمز، وترانسميتد ذم فيرتيكالي ويتم نقلها عموديا عن طريق السبورت أو عن طريق الأعمدة. زين. بهالحالة هل أنه هو نظام واحد؟ لا طبعا، هي عدة أنظمة. أول نظام من هاي الأنظمة اللي هو إحنا نسميه، طبعا هذا كل صورة، هاي ثلاث صور قدامكم بناية متعددة الطوابق بها أسهم، هسه وحدة وحدة نشرح عليها بس على مود تكونون بالصورة. أول نظام يسمون نظام البي سيستم، نظام البيز سيستم ترانسفير لود أوف إيتش فلور ثرو بيز. يعني هنا الربيع البيز هنا يعني البيات احنا نسميها اللي هي المسافه بين عاموديين او المسافه بين السبورتات اثنين. ماشي. اللي عن طريق وحدات مكرره. يعني شنو وحده مكرره؟ يعني هسه انتم بالمشروع مالتكم عندنا مثلا غرفه المدير او غرفه الاستراحه مالته،
محصورة بين تو سنتر لاين أفقي وتو سنتر لاين عمودي، ماشي؟ هاي يسموها باي، هاي يسموها باي أو يسموها اللي هي عبارة عن ريبيتد يونت، يعني وحدات متكررة. هذا النظام، النظام الباي سيستم، أنه يجمع الأحمال ويتم نقلها عن طريق هاي البيات، عن طريق الأعمدة مال هاي البيات بصورة مستقلة إلى التربة، يعني سلاب بيم سبورت إلى التربة. نجي نشرحها واحدة واحدة. هذا الشكل مالته، هذا الشكل مالته ده تشوفوا، هاي بناية متعددة الطوابق. هذا الشيء هذا عبارة عن أسهم، هذا سهم، هذا سهم، هذا سهم، هذا سهم، هذا سهم، كل يتوان دي يروحان دي يتوجهن، دي يتوجهن للسبورت، لهذا الخط الأسود العمودي، ماشي؟ من الطابق الأرض، من الطابق الفوق إلى الأسفل منه، إلى الأقل، إلى الأسفل منه، نزولا بالأخير يجمع عن بالعمود، وبعدين يتفرغن وين؟ يتفرغن بالتربة. هذا المقطع مالتنا، المخطط مالتنا هسه، هاي اعتبر هذا المخطط مالتنا، هاي النقاط السود اللي هي عفوا في نقاط تقاطع الخطوط الأفقية والعمودية، يعني كأنه هو العمود مالتنا بالمشروع اللي هو يمثل نقطة تقاطع السنتر لاين الأفقي والسنتر لاين العمودي. هاي مو وردة ومو دائرة، هاي أربعة أسهم تروح على هذا الجسر، تروح على هذا الجسر، تروح على هذا الجسر، وتروح على هذا الجسر، ماشي؟ من الصبة، من السلاب، على البيم، على الكولوم، وبعدين قلنا ينزل للأساس. هاي في حالة أنه المخطط مالتنا شنو؟ في حالة أنه المخطط مالتنا مربع ده يكون بهالشكل. بالخطوط العام، بالخطوط أو ال يعني عفوا المخططات الأفقية، أو مو عفوا المخططات المستطيلة، بالمخططات المستطيلة يروح للأقرب. فهنا هسه الكولوم أو البيز، السهم ده يروح على مكان البيم وعلى السبورت وده ينزل. فهذا شي يسموه، هذا يسموه البيس سيستم. واضح لو ما واضح؟ اللي هو المشروع مالتنا مبدئيا، المشروع مالتنا لحد الآن واضح لو ما واضح؟ واضح؟ واضح استاذ، واضح استاذ، ماشي. اكو سؤال عليه لو سهل؟ ماكو سؤال عليه؟ ماشي. لا لا، النوع الثاني، النوع اللي يسموه الكانتليفر سيستم. الكانتليفر سيستم ترانسفير لود اوف ايتش فلور ثرو سنترال شافت تو ذا سول سنترالي. هناك يعتمد على وحدات متكرره اللي هو البيز، هنا ده يعتمد على سنترال شيفت، يعتمد على سنترال شيفت. يعني شنو؟ نجي على السكشن مالتنا، سكشن مالتنا مثل ما تشوفون الخطين العموديه هو السبورت. شوفوا هنا بهذا المكان، بهذا المكان البناية طايفة، البناية طايفة، معتمد على اليمن، معتمد على الكور اللي هو بيت المصعد. يعني بالنسبة للمشروع مالتنا، لو البناية شوية أصغر، لو البناية شوية أصغر كان نقدر نعتمد على هذا النظام بدون أي أعمدة، يعني الطوابق كليته تكون كأنه كانت ليفر مشلبة بهذا العمود الفقري اللي هو يعتبر العمود الفقري أو الكور مال البناية. بالنسبة للمخطط، شوفوا هسه هذا المخطط إذا كان مربع وقارنوه ويا هذا، هنا ما عندنا أعمدة ترى، هنا عبارة عن كور مكان الدرج والمصعد، ماشي؟ وهاي الصبة كليته طايفة بدون اي اعمده. بس شوفوا التنسبه وتناسب المسافه ايش قد، وهذا يعني شرح يعني توضيح مو اساسي، هسه نراوي لكم اياه شلون دا يشتغل الكانتليفر سيستم. في حاله المربع هذا حيكون الشغل مالته، في حاله المستطيل ابو كان الكور اكو سره من الاعمده او من الشير وولز اللي هي دا يشتغل عليها هذا النظام، فاليمين واليسار هو كانتليفر. واضح؟ واضح استاذ، بس عندي سؤال بلا زحمه.
اي نعم. استاذ جدي يصير سمك الصاب اللي حيطلع كانت ليفر. هسه ما نريد ندخل بتفاصيل، بس افتهم المبدأ، تمام عوف تمام التفاصيل هسه، اوكي سمك اوكي الصاب الى اخره، هاي نواحي انشائيه، انت بس افتهم انه اكو هيك امكانيات، اوكي استاذ، يعني بس يعني مو كتب توزيع القوة. اعمده احنا، بس العفو اذا تسمح لي، يعني احنا ما نتشلب بنظام انه انا عندي بنايه وراسا اقسمها جريد وازرع الكولم مالته، لا، ترى انا اقدر اسوي امكانيه انه ازرع فد كور بالنص والطوابق كليتها تكون بدون اعمده وسطيه، ولا اوكي حتى استاذ، اعمده، ولا حتى اعمده محيطيه، صار معلوم؟ معلوم استاذ. النقطة الثالثة أو النوع الثالث اللي هو اللي يسموه الفري سبان سيستم. الفري سبان سيستم من تسمع فتشي فري فان، العفو فري سبان، فأعرف أنه ماكو أعمدة بالنص. شوفوا المخطط هنا مالتنا وقارنوه ويا البقية السابقين الاثنين، هنا بس الأعمدة وين صارت؟ صارت على المحيط الخارجي. هذا طبعا بالأنظمة الجديدة يسموه الاكسو سكيليتال ستراكشر. الاكسو سكيليتال ستراكشر يعني انه ماكو اي اعمده بالوسط، والنظام كليته هو اكو اعمده محيطيه للخارج من عنده، فالثقل مال الشخص، الثقل الديد لود واللايف لود كليته يتوزع من الصبه، يطلع على البره على المحيط وينزل عن طريق الاعمده. اذا كان مربع بهالشكل، اذا كان مستطيل حيكون بهالشكل. ليش خلينا المستطيل الاعمده على هالطرف او على الضلع الطويل مو على الضلع القصير؟ ليش؟ لانه اذا سويناها القوة او الاحمال حتستغرق مسافة كلش طويلة على ما توصل للسبورت هذا، بس هنا حتكون المسافة قصيرة، فهذا احنا نسميه التسقيف على يعني على الضلع القصير او على البحر القصير. الفري سبان ايتش فلور لود ار ترانسفيرد، يتم نقل الاحمال لل اوتلاين سكين، يعني الاوتر سكين او القشره الخارجي او الجلد الخارجي، وبعدين فيرتيكالي تو ذا سويل اللي هي التربه، السويل التربه، واضح؟ هذا السكشن مالتنا. شوفوا هنا الخطوط الطوخ هي السبورتد باول نوع، الخطين الطوخ هو هذا السبورت. النوع الثالث الخطين الطوخ اللي على الحافات هو السبورت، السهم او الحمل دا يروح افقي بعدين دا ينزل عمودي ودا يتفرغ للتربه. لحد هاللحظه اكو سؤال لو واضح؟ شباب اسمعوني، واضح ماشي. هاي هسه احنا اخذنا البي سيستم، كانتيفر سيستم، فري سبان سيستم، هذا يسموه البرنسبل سيستم اوف لود ترانسميشن، هذا اول فكره. النوع الثاني اللي هو الكومبوزيت، كومبوزيت سيستم اوف لود ترانسميشن، هنا هذا النوع الهجين او النوع المركب، حيبدي يستعمل من الانواع او يراكب بين هذين الانواع، بين الباي، بين الكانتليفر وبين الفري سبان. اول نوع ايش عندنا؟ اول نوع من هذا الكومبوزيت عندنا الفري سبان وذ سنترال سبورت، الفري سبان وذ سنترال سبورت. تشوفون انه هنا الاعمده اللي عندنا هنا بحاله، يعني خلينا نقول يعني يعتمد على نظام البي سيستم، العفو الفري سبان سيستم اللي هو بدون اعمده وسطيه زائدا سنترال سبورت. شوفوا لي المخطط، مخطط شنو؟ عندي اعمده على المحيط ماشي، وعمود واحد وسطي بالنص، فالأحمال تتوزع على سر الأعمدة المحيطية زائد العمود الوسطاني. هذا شو وقت نستعمله؟ هذا في حالة أنه أني داريد أستعمل الفري سبان اللي هو هذا، بس المسافة صارت كلش كبيرة، فش أسوي؟ أستعمل الجدران المحيطية وأخلي بس عنصر إسناد وحيد بالنص، مثل ما تشوفون هنا. في حالة الأعمدة أو في حالة العفو مخطط مربع حتكون عملية انتقال بهالشكل، في حالة المستطيل حيكون أيضا يعني إضافة إلى محيطية أكو سلسلة من الأعمدة الوسطية. فهنا الفري سبان سيستم وذ سنترال سبورت أول نوع من أنواع الكومبوزيت،
transfer part of the load of each floor through the central support while other part is transferred through the outer skin. يعني شنو؟ يعني الأحمال تتقسم إلى أنه جزء معين من عدها يروح للقشرة الخارجية لأعمدة القشرة الخارجية وقسم من عدها يروح للسنترال الوسطي. واضح؟ زين. النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو البي كانتليفر سيستم، بي أند كانتليفر. وين حيجمع؟ حيجمع البي وحيجمع الكانتليفر، حيجمع البي وحيجمع الكانتليفر. نجي عليه شلون دا يشتغل. دا يشتغل انه الكانتليفر، يعني من نسمع كانتليفر يعني الجدران الخارجية ماكو بها أعمدة. اوكي، هاي اذا كانتليفر. اذا عندنا بي فهو حيسوي لي بي واحد بالنص يوزع عليه الأحمال الداخلية والخارجية، يعني يتركز بالنص، شغلها حيتركز بالنص. Transfer part of the load for each floor into the central space to collect loads. يعني نفس مبدأ الكور، وحيبدي يوزعه ويركز لي وين؟ يركزه بالنص. زين، شنو فرقه؟ شنو فرقه عن الكانتليفر؟ خاف نقول كانتليفر سيستم وخلاص. هنا الكانتليفر سيستم بنص الكور ماكو 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 لود يتوزع عليه. هنا لا، تقريبا الكور او تقريبا المنكر، خلينا نقول البي بي حمل، زائدا الدائر مدار همين بي حمل. ايضا هذا النظام نستعمله في حاله انه عندي كبر بالمشروع او كبر بالمساحه قياسا بالنوعيتين الفوق. هاي طبعا مو انا جايبها، يعني من جيبي، جايبها من مصادر، وابو المصدر اللي جايبها جايبها عن طريق مشاريع منفذه. وطبعا الناحيه الاقتصاديه هي الناحيه اللي ادت الى يعني كوربوريشن، يعني في التعاون ما بين الستراكشرال انجينيرنج ويا جماعه الناحيه الاقتصاديه او اهل الكلفه، يحسبوا لك اياها بحيث يخلي لك اعمده ويخلي لك سبورت بس على قد المكان اللي يشيل حمل، ما يخلي لك عمود زايد. لان اي عمود زايد، عمود تضربه في ناطحة سحاب في 30 40 50 طابق، صار كلفته كلش هواية. فهنا يحسبوا لك للعمود الواحد ايش قد مهم، وايش قد العدد مالته، وايش قد العرض مالته، وايش قد الابعاد. زين، النوع الثالث اللي هو الفري سبان زائدا كانت ليفر سيستم. ذاك كان باي، هذا الفري سبان نفس الشيء، اعمده وسطيه ما اعمده العفو محيطيه ماكو، اكو يعني نظام ايضا بين الفري سبان وبين الكانتليفر، هنا اعمده قليله. هاي هيك يصير المخطط مالته اذا كان مربع، او هيك يصير المخطط مالته او توزيع الاعمده اذا كان مستطيل. والنوع الاخير اللي هو الاسيمتريكال سبانينج سيستم، عفوا نانا، ما شرط انه البنايه مالتك تكون متناظره، ممكن توزع الاعمده شلون ما يكون حسب الحاجة اللي انت تشتغلها. Transfer load unequally to collective load point، يتم عملية نقل الأحمال غير المتساوية وتجميعها إلى نقاط الحمل أو نقاط الإسناد. واضحة لو ما واضحة؟ أستاذ العفو، بس عندي سؤال. أي نعم. هذا النظام مثلا مال البي أند كانتليفر سيستم، هذا على مستوى قاعة غرفة ولا على مستوى مبنى كامل؟ لا لا، على مستوى بناية عيني. اه تمام، هذا على مستوى بناية. وهسه اراوي لكم شلون دا يشتغلن. ماشي، بعد اكو سؤال؟ اكو سؤال؟ لو نستمر، خلينا نستمر. هسه ذن النوعيتين صار معلوم شلون دا يشتغلن؟ زين. هنا نعم اكو سؤال؟ لا لا استاذ، تمام كمل. هاي الانواع اللي اخذناها هسه، هذن ايش اخذنا؟ اخذنا البرنسيبال، اخذنا البرنسيبال اللي هو بي البي والبي والكانتليفر والفري سبان، واخذنا الكومبوزيت اللي هو بي
فري وسنترال سبورت وبين كانت ليفر وفري كانت ليفر والاسيمتريكال الغير متناظر. هذني لحد الان هذني كليتين اذا كان على مستوى الباي او اذا كان على مستوى السنترال او اذا كان على مستوى الخارجي يعني الاكسوسكيليتال او بيرفيريال يسموه مثل ما تشوفون، هاي شلون يصير عمليه انتقال الاحمال كلها 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 قاطبه تصير عمليه دايركت يعني عمليه مباشره من فوق من الصبات على الجسور على السبورت، اذا كان السبورت على الخارجي، اذا كان السبورت مالتك على الكور، اذا كان السبورت مالتك بيو كانت ليفر، بكل الاحوال هو من فوق وده يبدي يتفرع على الجوه. فهذا النوع او هاي الانواع اللي حكيناها يسموها الدايركت لود ترانسميشن. دايركت لود ترانسميشن يعني الاحمال تتنزل من فوق لجوه بصوره مباشره. اكو طرق اللي هو يسموها اندايركت لود ترانسميشن، بمختصر مفيد هذا ما يستعملوه احنا هنا، لا عندنا هنا بالبلاد العراقيه ولا بالجمهوريه العراقيه ولا بالبلاد العربيه. هنا اكثر شيء يستعملوه بالمكانات اللي يعني او خلينا نقول بالبلدان اللي كلش متطوره من ناحيه تنفيذ البنايات. المانيا اكثر شيء هي المانيا واليابان. ليش الاندايركت؟ الاندايركت شنو الفقره مالته؟ عمليه انتقال القوى وعمليه تفريغ المبنى من الاحمال مو من فوق لجوا، لا بالعكس تسوي من جوا لفوق وبعدين ترجع تتفرغ لجوا. مثل بالضبط امثلكم اياها شلون شلون الجسر المعلق، جسر المعلق الحمل مالته وين يذبه؟ يذبه على السبورت قبال لو شو يسوي من الحبال مالته من الكيبلز مالته يصعد لي فوق لحد اعلى قمه السبورت مالته وبعدين يبدي ينزل للتربه صح. فهذن الابنيه او هذن الطرق انتقال الاحمال، هاي واحده من الطرق مثل ما تشوفون هنا الاسهم او الطوابق تصعد لي فوق وبعدين تبدي يتفرغ. شلون المطار مال المبرده نفس المبدأ مالته، يصعد لي فوق على هاي التعلاقة والسبورت وينزل لي جوه. أو شنو فائدته يعني ليش هيك يسوي بهالمبدأ؟ حسب طبيعة البناية، حسب طبيعة البناية. جزء انت عندك بناية هسه شلون نقول يعني هاي هسه مال مال استدامة ما استدامة، يقول لك أنه لازم ما تأخذ فد مساحة وتخلي دائما الطابق الأرضي أنه مفتوح للمارة والسابلة والأشجار والهاي والأبنية لازم تشمرها فوقها، يعني هل الأفكار اللي دا تصير. فهاي هنا أنت إذا خلينا نقول إذا عندك فد مشروع وما تريد أنت بالطابق الأرضي تفرغه تخليه يعني ضمن الأيربن ديزاين أو ضمن التصميم الحضري انه مفتوح للسيارات والسابله وهاي ولي فوقات تبني هاي، فيسوي لك فد مثل الاطار بنايه اطاريه ويبدون يسوون ليفتنج للطوابق طابق طابق يبدي يرفع. هاي كانه الطوابق تكون مثل المصبوبه بالقاع، ويعني ممكن انه تكون يعني اغلبها يكون يعني بريكاست مصبوب موقعيا وتبدا ترفع يعني من اللي فوق وتثبت. يعني هذه التقنيات كلش 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 ادفانس انتم ما مطالبين بيها، بس مجرد انه يعني يصير عندكم فط الطلاع عليها. وطبعا هذا الكتاب اللي احنا ماخذين من عند هذا المصدر هذا كلش قديم اصلا، كان من الثمانينات ما ادري نهايه السبعينات صار له بالخمسين سنه وهو احنا لحد الان ما وصلنا الحمد لله والشكر. ف يا اما يعني اكو فد سبورت محيطي يوزع يا اما سبورت وسطي مثل ما تشوفون هنا عندنا هذا النوع يعني اقرب للنوع الكانت ليفر العفو للفري سبان لانه سبورت على المحيط، او سنترال وسطي او سبورت وسطي على مود بقيه الطوابق تكون كانت ليفر. شوفوا الاسهم شلون تصير من اسهم الطوابق يصعد لي فوق وبعدين يبدي يتفرغ. ونفس الشيء تشوفون يمين ويسار اليمين اكو صورتين فوق وجوه، هذا يعني شلون كانه الكومبوزيت
مال هذا النظام في عمليه انتقال الاحمال. واضحه الفكره؟ انتم الاساس مالتنا اللي فوق، اساسنا احنا اللي فوق، يا اما باي يا اما فري سبان يا اما كانت ليفر، والكومبوزيت مالتهم التعشيق بين الانواع هذني. عفوا. هذا النظام هو نظام يعني احنا هذا الشغل مالتنا اللي بدنا نشتغله او 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 الشرح اللي بدنا نشرحه هي كلته على مستوى الفيرتيكال ستراكشرال سيستم. الفيرتيكال ستراكشرال سيستم اللي هي الانظمه المنشئيه العموديه، انه انا شلون بدي اتعامل وياها. مرات يقول لك هي يعني هسه يعني خلينا نقول انتم كلكم 60 طالب او 65 طالب، يعني المفروض انه البنايات مالتكم ما تطلع كليتها تيبيكال، يعني شوي ابدي اتحرك اطلع بالكونات اسوي فت حركه. هاي اللي نعطيكم مو بس مجرد على مود اربط لكم بين الجانب النظري والجانب العملي. فهنا انا اقول لك الفيرتيكال ستراكشرال سيستم له علاقه مو بس على البنايه نفسها، له علاقه على مستوى الايرمن كليته. يعني هسه تشوفون مثلا ان شاء الله البنايه ما زوها حديد اذا الله راد وكملت مال البنك المركزي العراقي اللي يمنا قريبة على الجادرية اذا شايفيها، يعني شكل ما احنا ما قال فيه. احنا كل اللي نعرف من كل بناية متعدد الطوابق هذا بوكس ويصعد وما تقدر تطلع لا بالكونة بسبب الشي يسموها تعليمات امانة بغداد، ما يصير تطلع حلقد ولا تقدر تنزل لي جوا لانه المقاول او صاحب العمل العفو يقول لك لا هاي كلية تكلفة وانا المتر مكلفني 4 ملايين الى اخره. فبالنتيجة البناية مالتك حصر عبارة عن بوكس وصعد لي فوق. احنا لا شوية نحاول يعني خلينا نقول نحقق تعليمات الأمانة ونحقق تعليمات أو رغبات صاحب البناية أو العميل اللي احنا بدنا نتعامل وياه في سبيل أنه نطلع بشيء يختلف عن بقية التصاميم. اثنين، هي مو بناية يعني مفردة، قلنا هي العلاقة بالأيربن سيتي. هذا المشروع شوفوا لي يا زين، هذا المشروع اللي هو مال فرانك لويد رايد، اذا سامعين به متحف الشمع او مبنى الشمع الواكس كومباني. شوف السنه اللي باني بها 1936 1939، يعني بعد له خلينا نقول يعني صار له بحدود 80 سنه من مخلصي. شوفوا البنايه صار هذا السكشن مالته، هذا الاساس، هذا الكور. شوفوا طريقه الاسود اللي هو هذا كليته كونكريت، هذا الكور مالتنا، هذا مكان المصعد اعتقد وهذا مكان الدرج او بقيه الخدمات. وشوفوا هاي هنا الطوابق متقدمه ومتاخره، متقدمه ومتاخره، متقدمه ومتاخره. هذا بالنص، هذا بالنص اللي تشوفوا المؤشر ده يبين عندكم؟ نعم استاذ مبين المؤشر. نعم. ده يبين اي هذا كليته كور اللي هو هنا باعوا على الصوره اليمنى، الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه، هذا الكور اللي هو المصعد والادرج وغرفه الخدمات وما العفو ما النفايات يذبوها. شوف هاي الحجم مالته كليته، طبعا كلها رسم ايد يعني مو رسم كمبيوتر، ماشي. هذا كله بس الكور، هاي مو البنايه، هذا كليته بس الكور. فهذا يا سيستم، هذا سيستم الكانتليفر. ليش؟ لان السبورت وسطي والاعمد والصبات اللي داير مداره كلي تفري، يعني ماكو فد عمود وسطي مستنده. خلينا نشوف لنا فد مخطط اللي هو يشتغل عليه. شوفوا هاي البنايه مالتنا، هذا هنا ايش يصير؟ الكور اللي بيتدرج والمصعد قلنا بقيه الخدمات ومال البوري مال العفو النفايات. شنو هذا المستطيل وشنو هاي الدائرة؟ أحد يقدر يقول لي إياها؟ شنو هذا المربع؟ عفوا مو مستطيل، هذا المربع وشنو هاي الدائرة؟ ها؟ أكو واحد يعرفها لو لا؟ أستاذ الدائرة هي الحدود البناية، أما المربع هو السكن على البناية. باع المربع، المربع هو صح السكن او التغليف مال البناء، يعني هذا همين طابق اللي هو هذين الطوابق البارزه، واضحه؟
وهاي الدائرة، هاي الدائرة اللي هي هاي اللي هي خاسفة، يعني من المخطط مال الدائرة إذا أنا واقف بالطابق الدائري أقدر أباوع على الناس أو الأشخاص اللي واقفين على المخطط الجوي، يعني دبل فوليوم، هذا الطابق دبل فوليوم. واضحة الفكرة؟ شوفوا الكورج قد ما أخذ مساحة شلون ده يشتغل. وطبعا هو هذا بعد السكشن مالته قد حلو، بعد التغليف مالته قد بائس. هذا اللي تشوفون هاي الصورة اللي على اليمين، استاذ عبالي غير هذا مبنى، عبالي غير مبنى حتى يعني. عبالي غير مبنى بالضبط، غير مبنى. هذا هسه تشوفون هذا وين انا قاعد اشر، المنطقة اللي محصورة بين هذين الخطين الجوزيات الاثنين، هذا قد هذا، لا عبالكم هذا طابق، طابقين استاذ، طابقين هذا دبل هذا فوليوم. طابقين. الدائرة اللي وسط هذا تشوفوه كلش خفيف، يعني بالقوة واحد اذا يربط بين السكشن وبين المخطط وبين هاي الصورة اللي دا اشر لكم عليها، يبين اكو هذا الظل اللي جوه دا تشوفوه، هذا الدائرة اللي جوه، هذا الدائرة اللي جوه او الطابق الدائرة اللي جوه، هذا الشغل مالته، هذا السكشن مالته. شوفوا الكور اللي وين نازل، يعني اذا نعتبر هذا الطابق الارضي باعتبار ثلث البناية او ربع البناية هو اساس، وطريقة المعالجة مالتها بشكل رهيب. زين هنا الاعمدة مالتنا من يا نوع، او النظام مالتنا من يا نوع، هذا الانتيريور مالته من يا البلايت نوع، البلايت البليت فلور بليت، وهذا المشروم كاب مثل ما تشوفوه، والسقف يعني السقف اشبه بماده، يعني خلينا نقول في مكانات معينه هنا مصبوبه، بس هنا يعني جام شو شنو مرفوع على مود الاناره وعلى مود الترتيب مالته. يعني تخيلوا هذا صار له 80 سنه، هذا يمكن اذا يتنفذ عندنا بال 2000 نقوم نطقص بعدين. شوفوا هاي البنايه هسه هنا هيك شكلها، شوفوا هنا مرحله بناء الاسكله، يعني خلينا الاسكله وده يرتبوا بعض طابق الدائره والطابق المربع، طابق دائره وطابق مربع، اللي هو بعدين حرامات يعني تغلف، لو متغلف بشفاف اكثر، بس يجوز تقنيه يا الجام ما ساتر، كانت فيه لو ما موجوده. مغلفي افضل له يعني. هو اصلا لو اي يعني مغلفي لو جام، لو جام كان ارتب، لو فد يعني خلينا نقول لو بي نوع من الكبر، يعني يبدي من جوا صغير ويبدي يعرض، هم بي مجال انه احلى يصير. هذا كانت ليفر سيستم فرانك رايت قلنا، جونسون واكس كومباني. جزء بالامتحان اجيب لكم فد مبنى معين واقول لك اعطيني السيستم مالته، شنو السيستم مالته، فانت لازم كلش مدرك شنو نوع النظام، يعني الانظمه شلون تشتغلن وتبدي تشتغل عليهن. هاي عندنا هنا بنايه اخرى اللي هو على وفق مبدا البي سيستم، مبدا البي سيستم اللي هي سكيد اونينج وميلر، ايضا من مواليد 70 74 تقريبا هيك شيء. شوفوا المخطط الطابق الارضي شنو، مربع، وهو كل مربع بفد سبورت معين. طريقة ترتيب الأعمدة مالتنا، طريقة ترتيب الأعمدة مالتنا شوفي شلون مرتبها، ليش؟ لأنه بالطابق الفوقه ايش صار؟ صار أنه هذا المربع اللي هو اليمين اليسار الأعلى واليمين الأسفل انشالن، بالطابق اللي فوقه شال اللي جهتين المتعاكسة، بقى بس علامة الزائد أو علامة الصليب، بالطوابق الفوقه بقى بس على قد مكان الكور. شوفوا هاي الصورة، شوفوا الشكل مالته شلون صار، من واحد يشتغل هيك شيء يطفت فرايتي، يطفت تنوع، يطفت شيء مختلف، بس هو ترى النظام اللي مستعمله كلش بسيط اللي هو نظام البي سيستم. فانت نفس الحاله جزء الطوابق اللي فوق تقدر مثلا خلينا نقول تفرق قسم من عندها، تسوي لك فتح حركه معينه بيها، مو شرط انه هذا البوكس ومصبوب ومسدود وما بي اي شيء، فانت من حاول انه شويه تتحرك، مو شرط البالكونه، هذا نعطيكم افكار، يعني مو شرط البالكونه مالتك تطلع لي برا، ممكن انه لي جوا تصير البالكونه مالتك، اخذ شويه جزء من الغرف واسويها بالكونه خاسفه، ممكن البالكونه مالتي تصير دائريه، ممكن البالكونه مالتي تصير مثلث، ممكن البالكونات مالتي تصير عباره عن طابق مفرور كامل، يطلع في شيء كلش حلو. طبعا انا دا احكي كل يتم اوكي ما ادري شنو، بس مجرد يعني اسقاط
فرضوا الطلاب يسوون اللي موجودين، بس اللي يريد يتميز، اللي يريد شوية يتحرك ضمن هاي القيود فهي up to you. وطبعا اكيد الترتيب مالته انه يكون بونص له عن بقية زملائه، فشوية تحرروا شوية تحركوا، خلي يصير اذا انت تريد تتميز. انت تعرفون هسه احنا الشغل مالتنا كليته اونلاين وده نشتغل حاسب، يعني مثل الورد انت الشغل مالتك تقدر تكمله تطي صاحبك يغير عليه عدل عليه بالفونت بالترتيبات بالمدري شنو صار الشغل مالته، بس احنا نلقفهم، احنا ما جايين هسه احنا ادور عليك انت اخذت الشغل من صاحبك، صاحبك استخطاك اعطاك اياه، احنا نريد هنا نتعلم. فشويه حاولوا تسوون فيكات بالشغل مالتكم تميزون نفسكم عن البقيه، كل واحد يميز نفسه عن البقيه، فهذا اللي اطلبه من عندكم. فشوفوا هنا طريقه الترتيب مال البي سيستم وشون اشتغل عليها. هاي محاضرتنا لحد الان خلصت، يعني ما بيفت شيء، محاضره بسيطه وخفيفه. وهم انا سجلت لكم اياها، سامي ادزها هي والمحاضره السابقه لكم، او ادز لكم اللينك على مود يعني من اليوتيوب على مود تشتغلون عليها. اكو سؤال لو بسيطه واضحه وسهله؟ اكو سؤال؟ علاوي، مروان، حسن، الله يجزيك استاذ، كلش المحاضره ممتعه ولطيفه. هسه بالنسبه للعملي الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين ان شاء الله حصل عندنا مخططات ثلاثه ومقطع، هاي 1 إلى 100، ومخطط مال القاعه 1 إلى 50، ومقطع القاعه 1 إلى 50. ماشي استاذ، عفوا شنو التفاصيل اللي راح تظهر بالواحد الى 50؟ شنو التفاصيل اللي راح تظهر بالواحد الى 50 بالنسبه للقاعه؟ اي نعم استاذ، اول شيء القاعه انتم منتجون ترسموها، هاي ملاحظه مهمه، القاعه منتجون ترسموها، لا ترسموها بحدها، يعني ترسم القاعه وشويه جزء معين من المبنى على مود نعرف انه هاي القاعه هي مو مقتطعه او مشروع بحده، جزء نعم استاذ مقتطع من البنايه، فترسم لك فد خلينا نقول فد متره تاخذ من البنايه ترسمها وياها. الشيء احنا ليش نريد نعلمكم انه شلون ترسمون القاعه؟ لانه القاعه المخطط مالتها، مخطط السقف مالتها هو تو واير بالسلاب، فكانه انت حتقطع وتباوع لي فوق، حتقطع وتباوع لي فوق، فالشيء اللي حترسمه عباره عن مربعات، ماشي، مربعات الحافات مالتها مشنفره يعني بيها شنفر، ماشي، مثل كانه شكل القالب، شلون هذا الشكل مال القالب اللي طلبتكم اياه بالمحاضره؟ نعم، انه هذا العامل اللي لابس خوذه وده يخلي القالب الاسود، فمربع مشنفر الحافات مالتها وترسموها منقطه، كانه انت ترسم شلون البنايه، شلون السقف مال الكافتيريا مال السنتر مال الكافتيريا مالتنا، ماشي؟ ترسموه منقط، يعني السقف ترسموه منقط، اي تمام، مربعات منقط. ايش قد الابعاد مالتها مال المربعات؟ لازم تعرفوها، انا قلت لكم لا ذاك الدرس. استاذ بين ايش قد العمق؟ ضلع وضلع 90 الى متر، 90 الى متر 60 سنتيم، لانه هو 1 الى 20، 1 الى 20 نعم نعم، ومن فوق 15 سنتيم ومن جوا 10 بالضبط. اكو فد ملاحظه هم انا اقول لكم اياها على مود لا تخربطون بيها، ال 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 السقف مال القاعه هو تو وير بسلاف اللي هو ينزل 1 الى 20 صح؟ نعم. الدائر مدار القاعه، يعني القاعه ترى هي اكو رباط، ماشي، اكو بيم يفتر دائر مدار القاعه، فقط دائر مدار القاعه مو بنص القاعه، فقط دائر مدار القاعه، هذا ينزل 1 الى 10، هذا ينزل 1 إلى 10، يعني ايش قد ينزل؟ ينزل متر و20، متر و20 خلينا نقول، ينزل ضعف الربز اللي انا مستعملها. فهاي لا تنسوها من ترسمون المقطع، تحاولون ترسمون لي جوا، يعني تسنترو لي جوا، هاي نقطة خلوها ببالكم. النقطة الثانية قبل ما تقول النقطة الثانية، احنا قلنا المرد مال ما يحصل كونكريت ويصعد، فهل احنا حنحسب الجسر من حافة المرد لو من بداية الصبة؟ لا، ها منو مروان؟ اي استاذ، لا مروان هذا سؤال؟
استاذ مو احنا قلنا ذيك المحاضره انه نحسبها من بدايه الصبه، بس هسه احنا عندنا رباط فوقها. واذا المرد فوقها شنو الغرض من عنده؟ انشائي ولا الغرض من عنده بيئي؟ يعني بيئي. بيئي استاذ. اذا انت حسبه من فوق ولا تحسبه من وجه الصبه؟ من وجه الصبه استاذ. من وجه الصبه والفوق ايش قد تصعد؟ 40 50 ما له علاقه بالبيم عزيزي. تمام استاذ تمام. عاش تيدي. يصير متر يصير مترتين، خلي شيء يصير خلي يصير. اوكي استاذ. ماشي؟ زين. اكو فت فقره انت معماري. من تجون ترسمون الرد سلاب وخصوصا بالسكشن الربز سنتروها. يعني شنو سنتروها؟ يعني مو تبدي بمتر او بتسعين من الحافه والفضله الصير على جهه من الجهات. وياي؟ اي نعم سر. الفرق تسنترو اعزائي، الفرق سنترو. تمام. يعني اول شيء قسم على متر متر وشوف الفضله، ابدا من النص ابدا من النص، لو تبدا ربز من النص وتروح يمنى يسرى، لو تبدا بسنتر وتترك 50 ب 50 وبعدين متر متر والفضله تصير يمنى ويسرى. هاي الفقره الله يخليكم سنترو. هاي الطلاب مرات ما يسووها. بعد اكو سؤال؟ اكو سؤال استاذ؟ بس العفو استاذ، يعني هسه الشيتات الجديده مخطط القاعه وبعد يا هو مقطع القاعه اثنينات واحد الى 50 اثنينات واحد الى 50 وهنا ترى نفس التتر اللي اذا كان مقطع واذا كان مخطط تنفس الرسمه بالواحد الى 100 بس هنا حتبدا تكبرها. تمام استاذ. ماشي. وبالقاعة قلنا لكم لحد الآن القاعة همينة ما تخلوا لها دبل لاين سنجل لاين، القاعة كذلك هم، بس الخط بس الجدار اللي يفصل ما بين البنايتين هذا دبل لاين. ليش؟ لأنه هذا ما بيواجهه، بس الجدار المال القاعة والجدار مال البناية اللي واحد لزق ويا الآخر اللي بيناتهم جوينت هذني الرسمة دبل لاين وتعطيهن إنديكيشن مال طابوق. ماشي ماشي استاذ. عاشت ايدك على بس الاسماء مال الطلاب. الله يستر عليك ان شاء الله. كملهن استاذ. ماشي عدد بعد عني اكو سؤال لا ننهي. اكو احد عنده سؤال عيوني؟ اي سؤال تريدوا تسالوه دزوا لي على الصف او دزوا لي على الايميل وان شاء الله ما اتاخر عليكم. يلا عيني شكرا جزيلا وبالتوفيق. شكرا استاذ. شكرا لك دكتور.